السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية تحويل صورتك إلى صورة كرتونية عن طريق استخدام تطبيق البيكس ارت، يعني هتحول صورتك من الصورة دي للصورة دي بمنتهى البساطة والسهولة. لكن قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت فضلا وليس أمرا لو كنت جديد معانا في القناة تضغط اشتراك وتفعل زر التنبيهات، لأن بنزل فيديوهات كتير إن شاء الله ستنال إعجابكم. هسيب لكم لينك التطبيق في الديسكريبشن تحت الفيديو، تقدروا تحملوه. وبعد ما تحمل التطبيق بتفتحه بالشكل ده، إيه بيفتح معاك الواجهة اللي إحنا شايفينها دي، بتضغط على الزائد اللي تحت في النص دي، تمام، وبتنزل تحت خالص عند خلفيات رائعة وبتختار الخلفية البيضاء. عندنا هنا زي ما إحنا شايفين فتح معانا الخلفية البيضاء اللي إحنا شايفينها دي، وبنضغط هنا على خيار رسم، تمام زي ما احنا شايفين، وبعدين بنختار على اللي هو المربع والدايرة وفيهم علامة الزائد دي تحت، تضغط على الصورة بالشكل اللي احنا عايزينه وبتضغط على الدايرة، تمام، وعلامة الصح دي، وبتبدأ ترسم الدايرة عن طريق انك تضغط كده، تمام، وبتسحب تضغط وبتسحب وبيرسم معاك الدايرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب انا عايز اغير لون، تحت على الشمال بتضغط وبتختار اللون اللي انت حابه، وليكن اللون الاصفر مثلا، وبتضغط على الصح اللي فوق وبتظهر معاك الدايرة اللي احنا شايفينها دي، وبتضغط على تطبيق، تمام. وبعدين عايز بقى تضيف الصورة اللي انت حابب تشتغل عليها، وبتروح عندك هنا على اضافة صورة، خيار اضافة صورة بتضغط عليه. الصورة اللي احنا اخترناها وحابين نشتغل عليها بتبدأ تكبرها بالشكل ده عشان تقدر تشتغل عليها. وعندنا هنا خيار تحت مهم جدا اسمه قطع، بتضغط عليه عشان تبدأ تحدد الحواف الخاصة بالصورة اللي انت حابب انها تظهر معاك، وبتضغط على خط محيطي تحت هنا، خط محيطي، وبتبدأ تمشي على حواف الصورة بالشكل ده، تمام، تبدأ تمشي على الحواف، وحاول تكون دقيق جدا على قد ما تقدر عشان تسهل عليك والصورة تظهر معاك بشكل أوضح وأجمل، تمام. واحنا هنا كده حددنا كل الحواف، وبتضغط على السهم اللي فوق على اليمين، تمام، زي ما احنا شايفين ظهرت معانا الصورة بالشكل ده. لو حابب اعدل مثلا، حابب تضيف جزء او كده، بتضغط على تعديل وتضيف اي جزء. طب لو حابب تمسح اي جزء بتضغط على مسح، ومثلا هنا هيمسح بعض الاجزاء اللي مش من الصورة، تمام، زي ما احنا شايفين كده، كبر عشان تقدر تتحكم في الصورة، والصورة هتظهر معانا بالشكل ده. وبعدين تضغط على حفظ، تمام، ظهرت معانا الصورة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده قدامنا. طيب انا دلوقتي عايزها تظهر ازاي في الدايرة، وليكن مثلا حابب انها تكون بالشكل ده كده. عندنا هنا زي ما احنا شايفين الصورة ظهرت معانا بالشكل ده. طب في بعض الحواف اللي تحت هنا خارجة عن الدايرة، عايز اشيلها بعمل ايه؟ عندنا هنا فوق على اليمين الممحاة تضغط عليها وبتبدأ تحذف الجزء ده كده، على قد ما تقدر تخلي الحواف متساوية مع حواف الدايرة. طبعا ده هيتظبط في الاخر، هنشوف ازاي هيتظبط لما توصل لحواف الدايرة. وبعدين بتضغط على الصح اللي فوق على اليمين، تمام، والصورة بتظهر معاك بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب انا دلوقتي حابب ان الصورة دي تظهر بالشكل الكرتوني اللي انا حابه، بتضغط على التأثيرات اللي تحت دي، تضغط عليها، تمام، وبتبدأ تختار من هنا من تحت هنا خيار فني. في عندك هنا خيارات كتير، بتختار خيار فني، والخيار اللي موجود معانا اللي بيحولها لكرتونية اسمه تلوين زيتي، بتضغط عليه. لو لاحظنا هنا ان شكل الصورة اتغير جدا، طبعا انت على حسب رغبتك، لو حابب تخليها بالشكل ده او لو حابب تغير شوية، بتضغط برضو على تلوين زيتي ضغطة مطولة، تمام، بيفتح معاك الشكل ده، تبدأ بقى تغير وتتحكم في الشكل كما تحب زي ما انت حابب يعني، وبتعمل كده، فاهمني، تبدأ تتحكم في الشكل زي ما انت حابب انه يظهر. انا مثلا هخليها بحيث تكون ملامح الوجه ظاهره، خليها بالشكل ده واضغط على تطبيق، تمام. فالصوره ظهرت معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، اضغط على تطبيق. طيب انا لو حابب ان انا يعني اظهر الصوره بشكل افضل، عندنا هنا خيار تاثيرات تحت بتضغط عليه، وعندنا هنا خيار رسم، تمام، وبتختار سكتش. عندنا هنا ممكن مثلا نضغط مطولا وتبدأ تحرك في الصورة زي ما احنا شايفين،
بحيث انك تحدد ملامح الوجه، تمام بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده، وبعدين تغير اللون تخليه لون اسود زي ما احنا شايفين، وتضغط على تطبيق، تمام. فالصورة بتظهر معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عندك هنا تحت على خيار رسم، وبعدين لو متذكرين احنا في البداية كنا ضغطنا على اللي هو المربع والدايرة والزائد ده عشان نرسم دايرة، فبنضغط عليه مرة تانية وبنختار من هنا دايرة، والخيار اللي تحت ده بنخليه سطر، والسمك بنخليه أكبر شيء، وبتضغط على الصح، تمام. وبتبدأ ترسم دايرة زي ما عملنا قبل كده، تمام. ترسم دايرة بحيث إنها تكون متطابقة تماما مع الدايرة الأصلية زي ما هنشوف دلوقتي، تمام. أعتقد كده الدايرة متطابقة تماما مع الدايرة الأصلية، وبالشكل ده. أنت طيب لو حابب إن أنت تحذف الجزء اللي موجود على الوجه ده، بتضغط تحت على تحت في هنا الممحاة، وبتبدأ تحذف الجزء ده من الدايرة زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. تبدأ تحذف، تمام، تحذف الجزء ده بحيث ان الصورة تكون مظبوطة معاك، تمام. وبكده احنا حذفنا الجزء الزايد من الدايرة. بتضغط على التالي، تمام، وبتضغط على حفظ، فبيتم حفظ الصورة عندك في الهاتف. وبكده حولنا الصورة العادية إلى صورة كرتونية بمنتهى البساطة. ده كان فيديو النهاردة. أرجو لو استفدت من الفيديو ومش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر التنبيهات، لأني بنزل فيديوهات كتير إن شاء الله تنال إعجابكم. شكرا جزيلا على المتابعة.